طبعا كلنا عارفين انه مصر وبلدنا تاريخ بيكتب عنها قد ايه الحضاره مرت عليها وقد ايه المدن بتاعتنا مش بس في القدم التاريخي ولكن يعني قد ايه المدن عندنا ليها من التاريخ ووجودها الجغرافي خلى ناس كتير حتى التجمعات المدنيه تبقى موجوده. المصريين عموما يعني حبوا طول الوقت يعيشوا على مجرى نهر النيل لان هو كان فيه الخير وفيه الفيضان وقتها وفيه حاجات كتير قوي، وده اللي خلى المصريين كمان يبنوا المدن بالقرب من النهر، ده شيء طبيعي. الخير والخيرات كانت موجوده. استمر بقى وجود المدن دي بنفس الاسم لحد يعني اليوم. يعني هتلاقي لما هنقرا معاكوا كده مجموعه من السنوات والقدم اللي موجود لهذه المدن هتستغربوا جدا ازاي قدر المصري قديما وحديثا يحافظ على نفس المدينه بنفس الاسم. هبدا معاكم مثلا من مدينه الفيوم. فيوم مثلا تخيلوا موجوده من سنه 4000 قبل الميلاد، انت بتتكلم على مدينه 4000 قبل الميلاد، انت عندك دول كبيره جدا في العالم تاريخها ما يتعداش يعني مئات السنوات. اسوان مثلا موجوده من سنه 3150 قبل الميلاد. انا بس عايزه استاذن زملائنا لان في كمان خريطه كمان نشوف الخريطه معاه. فعندنا 3000 زي ما انتم شايفين الخريطه دي موجود عليها المدن بالسنين. فانت بتتكلم على 3150 قبل الميلاد ده لاسوان. نروح للاقصر اتاسست في عام 2575 قبل الميلاد. شوفوا قد ايه العمر. مدينه كوممبو اللي احنا كمان عارفينها موجوده من 3150 قبل الميلاد. الاسكندريه 332 قبل الميلاد. كل المدن دي ومدن أكتر كمان كلها موجودة وبنفس الاسم هي موجودة. فتخيلوا بقى أجيال وأجيال عايشة في مدن عتيقة بهذا التاريخ. خليني مزيد من التفاصيل يهمني أعرفها وحضراتكم تعرفوها مع دكتور بسام الشماع مؤرخ وأستاذ علم المصريات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور ومساء الحضارة العظيمة. يعني الحقيقة حاجة يعني عايزه اقول ايه مبهره يعني وانا بقول بتكلم على 4000 سنه الفيوم قبل الميلاد يعني واحنا عندنا دول في العالم ما تعدش 200 300 سنه حديثا يعني بالظبط. فكلمنا على هذا القدم وازاي قدرت هذه المدن بنفس الاسم تبقى موجوده لحد الزمن اللي احنا موجودين فيه. انا الحقيقه جايب لكم النهارده عدد من المفاجآت كده هنعدها سوا. تمام. على موضوع التسميات وعلى موضوع المدن والمركزية في العواصم المصرية القديمة وكثير من المفاجآت، ومنها مثلا أن المصري القديم كان حريص جدا على فكرة أن هو يعمل أول حاجة يعمل لنفسه حدود، يبقى هيحط حدود، هيحط الحدود ديت، والحدود دي على فكرة ما تغيرتش بنسبة كبيرة. إحنا من البلاد وربما من البلاد النادرة ومن الأمم والحضارات النادرة اللي ما تغيرتش الباوندريز بتاعتها أو الحدود بتاعتها على مدار آلاف السنين. هذه واحدة. صحيح. اتنين، تسمية البلد بقى، تسمية مصر ذات نفسها كان لها أكتر من تسمية عند المصري القديم كلها بتحمل صحيح. معاني ناس فاهمة كويس جدا يعني إيه جغرافيا ويعني إيه أرض ويعني إيه جمال حمدان وعبقرية المكان طبعاً. طبعاً. ويعني إيه كمان فكرة الانتماء والوطنية. يعني مثلا ناخده مثلا الشريط بتاع وادي النيل اللي حضرتك تفضلتي بيه والساده المعدين على فكره ان بناء المدن المهمه وبناء العواصم المهمه بتبقى قريبه من الميه عامه. طبعا يعني نهر النيل مثلا والحته الشريط بتاع وادي النيل ده كان يطلق عليه في مصر القديمه كام، ثم اطلق عليه كامت، ودي الكلمه المكتوبه على بالمناسبه بالهيروغليفيه على ال 200 جنيه بتاعتنا الورقيه. صحيح. وكامت هي سمراء، هي الارض الخصبه. أيوة. هو الشريط بتاع وادي النيل، لكن جه الصحراء وفرقها، يعني فرقها ما بين الصحراء سماها ديشرت بالهيروغليفي وفرقها عن الارض الخصبه اللي هي السمراء. يبقى صحيح. هنا عندنا ديشرت، وديشرت هنا قريبه قوي من كلمه ديزرت بالانجليزيه اي صحراء. اطلق ايضا على مصر كلمه تاوي، تا يعني ارض وي اثنين، لما تيجي تعملي حاجه اثنين في الهيروغليفي تحطي وي في الاخر. فتاوي اي الارضين، ولذلك الملك على مدار حكم مصر القديمه كله ال 30 او ال 31 اسره
هتجدي دائما وابدا بيضع لقب ند تاوي عند الاسم بتاعه اللي هو تمام. سيد الارضين. واطلق عليها كمان الادبوي. الادبوي يعني اطلق على مصر الادبوي اي الضفتين. وبعدين جه على ارض الشمال وسماها طامحو وطاشمعو ارض الجنوب وطامري ارض الطين والغريان. يعني قصدي اقول لك في الاخر خالص التسميات دي بتخلينا نعرف كلها تسميات كمان فيها علم ومعرفه يعني. طب انا وحضرتك دكتور بسام بنشوف الخريطه اللي على الشاشه وكلها باللون الاخضر، هو ده المصري القديم يعني؟ يعني لما احنا دلوقتي بنقول ايه مصر اصلها فلاحين او مزارعين، دي حقيقه يعني التاريخ كمان بيقول كده. وكمان حضرتك لو طلعتي بقى كمان المفاجأة بقى اللي أنا جايبها لكم النهاردة، لو طلعتوا بره الشريط بتاع وادي النيل ودخلتوا على الواحات المصرية ودخلتوا على 100 كيلو غرب أبو سنبل في نابتا بلايا، منطقة اسمها نابتا بلايا، هتلاقي في مجتمعات مصرية على أعلى مستوى عملت زي الفيوم زي ما حضرتك تقدمتي. صحيح. با يوم البحيرة يوم تحولت الى فايوم في القبطيه، ثم العربيه فايوم خففت الفاء الفي فاصبحت فاء، وبعدين اضفت الالف واللام اللي هي يعني. شوف العبقريه ان احنا نفضل الفيوم. محتفظين باسم الفيوم على مدى ده الفيوم دي بيطلعوا العلماء المصريين طلعوا منها ديناصورات، يعني انت كمان ترجعي قبل الانسان. لكن ده على فكره اثبات حاجه بقى مهمه قوي بالذات حكايه العواصم والمدن دي. ان انت درست، ودي حاجه ما بتتقالش كتير على فكره، يمكن نقولها النهارده عندكم في البرنامج علشان نوجه علمائنا الكبار ان هم يبداوا يعملوا دراسات جامده في القصه دي. انت عندك علمين ما بيتكلموش الناس في العالم عنهم كتير في مصر القديمه. الكارتوجرافي وهو علم رسم الخرائط، وده أيوة. برع فيها المصري القديم طبعا. وكمان الجيوبوليتكس او الجغرافيا السياسيه. مش عايزين كمان ننسى ان في العواصم في مصر القديمه اختلفت وتبينت وحصل لها شيفتنج، يعني تحركت من مكان لاخر. عندنا منف مثلا اللي هي الانب حج، الجدار الابيض كما سماها المصري القديم، دي المنطقه اللي انت ممكن تتكلمي عليها زي 100 رهينه، 100 رهنه دي طبعا. طريق الكباش، يعني كلمه 100 رهينه دي كلمه جايه من الهيروغليفيه بمعنى طريق كباش. عندنا مثلا ابو صير، عندك كذا حته في مصر كان اسمها ابو صير. صحيح. زي ابو صير الملط في بني سويف، ابو صير اللي في اسكندريه 48 كيلو غرب اسكندريه، تل بسطه كانت عاصمه الاسره اللي تل بسطه فعلا بتاعت القطه بتاعت باستيت بسه، حتى انت لغايه دلوقتي لسه في الصعيد الجميل الرائع بتاعنا بيقولوا على القطه بسه او باستيت او باستيت لانها صح. جايه من الهيروغليفيه. صح. وهكذا في المفاجاه بقى اكبر ان الاسكندريه اللي اغلب الناس اذا لم يكن 99% من الناس يعرفوا ان هي كانت عاصمه البلاد في وقت البطالمه. صحيح. بعد الاسكندر طبعا. المقدوني طبعا. الثالث لما نقاها، هجيب لكم مفاجاه، هو بيتكلموا على 300 قبل الميلاد التاسيس بتاعها. المفاجأة الكبرى بقى إن علمائنا العظام المصريين زي العالم الكبير أحمد عبد الفتاح وغيره أثبتوا بما لا يدع من شك بالآثار أن الإسكندرية قبل أن يطلق عليها الإسكندرية كانت مدينة وكانت لها مركز لعبادة أسير اللي هو أوزوريس، وترجع على الأقل للدولة الوسطى. يعني بتتكلم على إسكندرية من 4000 سنة، يعني صحيح. ما كانش الإسكندر اللي هو المقدوني هو اللي اعطاها اهميتها كمدينه، لكن اعطاها الاسم. يعني الحقيقه كلها يعني انا عايزه استاذنك دكتور بسام، المعلومات كلها احلى من بعض. انا نفسي حضرتك مره تشرفنا ونتكلم تاريخ جغرافيا وبشر، لانه يعني الانسان ده اللي كان موجود على نفس الاماكن، يعني انا لو عايشه في الفيوم او في اسكندريه او كومومبو او كل المدن اللي احنا قلناها اللي هي ما زالت موجوده من سنوات قبل الميلاد، فهل ده حصل؟ يعني هل انا استلمت من جدي بعض العادات والتقاليد؟ هل انا تاثرت؟ هل انا شلت حاجات؟ هل انا يعني التاثير المجتمعي كمان بتاع الاجيال دي كلها؟ فياريت حضرتك شرفنا مره ونتكلم بشكل كبير اكتر والناس كمان تعرف زي ما حضرتك كده شرحت حاجات كتير مختلفة. أتشرف يا فندم. إن شاء الله. بشكرك جدا دكتور بسام الشماع، مؤرخ وأستاذ علم المصريات.